يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي، اخر فقره حواريه في حلقه النهارده. والحقيقه الاهلي كالعاده يعني في كل فرقه الرياضيه دايما كل اللاعبين اللي بينتموا لهذا الكيان المحترم عينهم دايما على البطوله، عينهم دايما على المركز الاول، في اغلب الاحيان مش بيعترفوا بان في حاجه اسمها مركز ثاني. احنا معانا ومنورنا بطلتين من فريق الناشئات سله النادي الاهلي، حور محمود وفرح حسام اللي حصل مؤخرا على لقب بطوله الجمهوريه. صباح الفل عليكم. صباح النور والف مبروك البطوله. الله يبارك في حضرتك. حور مبدئيا ده اسم فرعوني صح ولا ايه؟ اه بمعنى ايه؟ او اللي انا اعرفه يعني ان هو حور العين وحور الجنه. ما شاء الله اسم جميل، اسم جميل. انتوا منورين الدنيا تاني، مبروك على البطوله. وعايز اعرف منكم بقى مبدئيا مشوار البطوله دي كان عامل ازاي واصعب مباراه فيهم على الاطلاق. نبتدي معاك يا حور. ماشي. هو طبعا كان صعب، يعني احنا كان محطوط علينا بريشر ان احنا لازم نكسب. وكل الفرق جامده، ما كانش عندنا فرق اللي هو سهله او هننزل اللي هو يبقى ماتش سهل وكده. لازم نحترم كل الفرق، والحمد لله احنا ادينا وكسبنا. بس اصعب مباراه كانت الصيد، اللي هو احنا معروف ان هو احنا اول وتاني، اللي هيخسر فينا هيبقى تاني واللي هيكسب اول. طبعا اللي هو كلنا نازلين بقى لا احنا لازم نكسب وروح وكده. بس الحمد لله ربنا كرمنا ويعني كسبنا. انت بالنسبه لك يا فرح برضو مباراه الصيد هي الاصعب؟ اصعب ماتش يعتبر، عشان طبيعتنا يعني ان احنا لازم ناخد اول، ما عندناش سر احنا ناخد تاني، فاحنا اول دي حاجه مهمه بالنسبه لنا. النقطه دي بقى هستاذنكم عايزين نقف عندها شويه، لان انا متخيل، انا حاطط نفسي مكانكم، فكره ان مش وارد تاخدوا مركز تاني. طب طالما اشتركتوا في بطوله من البطولات لازم المركز الاول، فكره ان لازم المركز الاول دي بتشكل ضغط؟ هل هي عبء ولا بتكون حافز؟ يعني هل فيها جانب يعني مش مريح ولا بالعكس هي كلها طاقه وبتديكوا حافز؟ لا لا هو حافز طبعا، لان معروف ان النادي الاهلي يعني على طول اول. احنا كل الفرق حتى ما نفكرش ولا لا تاني، لا بنبقى نازلين هو لا احنا لازم اول واحنا احسن فرقه، ده اللي احنا بنبقى عارفينه يعني. بس ما حدش بيحط علينا اي بريشر خالص. وانت يا فرح مش بتحسي باي ضغط نتيجه؟ لا هو حتى الكابتن دايما قبل الماتش بيبقى واثق فينا، واحنا هنأدي كل حاجه بنعملها في الماتشات زي كل مره. هو لا الحمد لله لا ما فيهاش اي فشل. عايز اسالكم برضو دراسيا، ان انتوا بتدرسوا ايه في اي مرحله تعليميه؟ دي كانت ناسيه انها بتتعجب. بس احكي معانا يا فرحه. لا اصلا ما امتحنش بقالي كتير الحمد لله. في اولى ثانوي ثانيه ثانوي. وعارفين تمشوا حالكم برضو؟ نفس السؤال كنت بساله من شويه في الفقره اللي فاتت، برضو كان معانا بطلتين في العاب القوه، فكره الموازنه ما بين الدراسه والتفوق الدراسي وبين التفوق الرياضي، برضو مهندلين الموضوع ده ازاي؟ لا انا عندي موضوع صعب شويه، عشان انا ما بحبش الدراسه قوي يعني. انا بالنسبه لي الباسكت حاجه مهمه قوي، فانا يعني نص نص. وكذلك الدراسه يا فرح. يعني الاثنين مهمين. وبعدين طالما انت عندك القدره تبقي بطله في جانب، ما انت ممكن تبقي بطله برضو ومتميزه في الجانب الثاني ولا ايه؟ شكلك انت اللي شاطره يا فرح. انا؟ لا انت جيت الشخص الغلط. لا والله. والله. يا بقى انا الطموح خدني. اصل انا لقيت نظاره قلت يبقى عميقه. لا لا ده عشان مش بشوف. طول عميقه في الدراسه. عشان مش بشوف كويس. طب وعامله ايه في الماتشات؟ لا الحمد لله بشوف عادي من نظارتي. الحمد لله. بالمناسبه مراكزكم ايه في الفريق؟ انا 3 و4 و5. اللي هم ايه برضو عشان اللي ما يعرفش؟ كاتر وبيفوت، يعني بيفوت اللي هو 4 و5 وكاتر اللي هو 3. انت شكلك بلاي ميكر. بلاي ميكر وكاتر ساعات. دايما البلاي ميكر سواء رجال او سيدات دايما تلاقيهم ايه قصنانين نسبيا. هل في حكمه ورا الموضوع ده؟ بس مش معقوله صدفه. هو بيقول عشان الدريبل بيكون قصير وصعب الديفنس يوطي كل ده، حتى لو طويل او قصير صعب قوي الديفنس يوطي ياخد الدريبل من تحت. صدقي وجهه نظر ما فكرتش. انا تخيلت ايه قدره على المراوغه اسرع من غيره. هو اسرع دي حاجه يعني لازم بلايكرز يكون سريع، فدي حاجه عند اي حد. بس دي برضه مركز اهم يكون قصير، مركز مهم جدا للفريق بالكامل. ده انت الليله كلها الى حد كبير. احنا بنزعل في الملعب. طبعا لازم نمسك احنا كاننا الكابتن في الملعب بالظبط. اكيد. طب بعيدا بقى عن البطوله اللي انتوا حصلتوا عليها مؤخرا، عموما في مشواركم مع الباسكت، هل في بطوله معينه او مباراه معينه سواء كانت محليه او دوليه ما تتنسيش، كل ملابساتها ما تتنسيش؟ ايه بقى؟ واحنا في 14 سنه كان جالنا وقت كده من واحنا صغيرين اللي هو بندخل بطوله القاهره كنا ناخد تاني كده. بس الحمد لله بقى الوقت ده حتى كنا بنلعب في الزهور مع الزهور،
وقعدوا يندهوا يعني قعدوا يقولوا في المايك كل اي حد في النادي الزهور يجي يشجع بيلعبوا ضد الاهلي، فبقت بجد الصاله كلها زهور وكم ام اهلي. بس احنا يعني ما كانش علينا اي بريشر برده، كنا عايزين احنا عارفين احنا هنعمل ايه وان شاء الله كنا عايزين ان احنا نكسبها. الحمد لله قدرنا، وكانت دي احلى بصراحه ماتش بالنسبه لي. وبرده طبعا اخر بطوله الجمهوريه دي بجد يعني احلى حاجات حصلت. جميل. وانت بالنسبه لك يا فرحان برده غير بطوله الجمهوريه في ماتش ما يتنسيش او بطوله ما تتنسيش؟ بطوله الجمهوريه بتاعت 18 سنه برضو. عشان كانت تعتبر اول بطوله جمهوريه لينا عشان كنا صغيرين قبليها. كنا الموضوع كان صعب شويه، بس الحمد لله البطوله كلها كنا بنلعب حلو قوي. حتى في ماتش خسرناه بس بجد خسرناه بكل شرف وكل تعب في الماتش. احنا بجد كنا بنجري على الكوره في اي حته بجد. الماتش ده حتى الفرقه كلها كانت بتلعب حلو. انا كنت فاكره مين الاقوى انجاز التعبير، هل فريق الرجال السله في النادي الاهلي ولا فريق السيدات؟ مين اللي فعلا بيبقى مبهر دايما في الملعب؟ اتفضلي. انت اتفضلي دبستك خلاص. اقول لك على حاجه حلوه، ما عندكوش رد؟ لا. نسمع لا. الرد من بودي حسام وهو لاعب كره السله في النادي الاهلي واللي تم تصعيده مؤخرا للفريق الاول. كابتن بودي صباح الفل عليك. صباح الخير استاذ كريم، ازي حضرتك؟ ايه كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. مبروك التصعيد وان شاء الله يكون بدايه يعني المشوار كله نجاحات ان شاء الله الفتره الجايه. الله يبارك فيك يا رب، امين ان شاء الله يا رب. دلوقتي البنات اتكسفوا يردوا على السؤال اللي كنت بساله لهم في مساله ان مين المميز اكتر الرجال ولا السيدات في الباسكت في النادي الاهلي، اتكسفوا وتحس ان هم ايه يعني عايزين يقولوا احنا بس ما رضوش يحبوا. فانت شايف ايه؟ والله هي مش اجابه دبلوماسيه بصراحه، بس فعلا هو الولاد والبنات في النادي الاهلي ما شاء الله يعني حاجه تفرح في الاثنين. طبعا فما فيش يعني حد بيتوقع الثاني يعني ما شاء الله. كل سنه الست فرحونا ببطولات كتير جدا واسامي كبيره جدا، كل سنه بتطلع اكتر من الاول والمنتخبات. فيعني بصراحه هما الاثنين جامدين قوي بصراحه يعني. انت عارف يا كابتن بودي احنا تقريبا يعني نكاد نكون يوميا بنتكلم عن نجاح يعني من نجاحات فريق الرجال او السيدات في السله في النادي الاهلي. ايه سر تفوق الاهلي في الباسكت؟ من زمان في ازمنه يعني سابقه كان دايما بيبقى المنافس معاكم الجزيره، الاتحاد، سبورتنج في اسكندريه، لكن برضو نرجع ونقول ان دايما الاهلي مع نفسه كده ولوحده. ايه سر التفوق ده؟ والله بصراحه عشان احنا من واحنا صغيرين في النادي الاهلي، فهو احنا اتربينا ان احنا لازم نتعب، لازم نجتهد، مفيش يعني اجازات، لازم نضحي حاجات كتير جدا عشان النادي وعشان ناخد اول، عشان زي ما هم قالوا فعلا ان مفيش عندنا مجال لمركز ثاني. فده بيخلينا ان احنا لازم نتمرن بشكل يومي وبشكل مستمر، وان احنا فعلا نخلص في التمرين عشان حتى ربنا يكرمنا. فده يعني ده السر الاول ان احنا ناخد اي بطوله، طبعا ان احنا بنتمرن كتير جدا وبنتعب وبنضحي حاجات عشان خاطر النادي، عشان كده ربنا بيكرمنا وبيطلعنا بشكل كويس يعني. جميل. انت عندك ايه بقى بتستعدله الفتره الجايه ان شاء الله يا كابتن بودي؟ خلاص ان شاء الله احنا بعد بكره، انا اسف، بكره هنبدا خلاص نهائي الجمهوريه تحت 20 سنه في نادي شلال الدخان، ان شاء الله نخلصها يوم الاحد الجاي ان شاء الله يعني. برضه فكره التصعيد يعني الواحد لما يكون في مرحله معينه بيلعب مع الفريق ولكن يتصعد للفريق الاول او المرحله اللي هي العمريه الاكبر ليها رهبتها برضه مش كده؟ اه طبعا طبعا، لو واحد من واحنا صغير بنبص كده على الدرجه الاولى فنشوف ما شاء الله لعيبه كبيره جدا، فالوقت بقى انك بيجي عليك الدور انك تبقى معاهم في الفرقه دي طبعا حاجه يعني بتخوف جدا طبعا. بس بصراحه يعني انا اول ما طلعت وقالي دي رابع سنه ليا معاهم بصراحه يعني هم كسروا الحته دي من اول يوم اصلا كنت دي معاهم. هم يعني بيعاملوك كانك قدهم بالظبط، ويعني بيحبوك وبيحترموك زي ما انت بتحترمهم جدا، فالموضوع بيبقى يعني حلو يعني. مفيش حد خالص بيعاملك بان هو انت لسه صغير او حاجه، بالعكس ده كله بيعاملك انك فعلا شخص كبير وخلاص درجه اولى، فيعني زيك زيهم بالظبط يعني. جميل. طيب اخيرا وليس اخيرا يا كابتن بودي، احنا برضو عايزين نعرف الناس ان كابتن بودي حسام اللي منورنا على التليفون هو شقيق لفرح اخوها. عاملين ازاي بقى مع بعض في البيت انتوا الاثنين والاثنين ابطال في الباسكت، بتعملوا ايه بقى مع بعض؟ لا والله يعني بالعكس، انا مش عشان بس هم فرح قاعده، بس انا فرح حتى من ورايا انا بقول لها ان هي احسن واحده فيا وفي كمان، هي ما شاء الله يعني لعيبه مجتهده وكويسه جدا وان شاء الله يعني ربنا هيكرمها قدام يعني ان شاء الله باذن الله. فيعني انا وهي بقى انا بحاول قد ما اقدر انا اكون في ظهرها كل ماتشاتها وافادها في تمارينها واديها قد ما اقدر اللي انا اقدر اقوله لها، وانا شايف ان شاء الله باذن الله كمان سنه واثنين هتكون في الدرجه الاولى ومكان كويس ان شاء الله يعني. جميل جميل. لا واضح ان كابتن بودي داعم جدا ليك يعني حقيقي كما هو متوقع كاخ يعني ليك. جميل. كابتن بودي احنا بنصبح عليك مره ثانيه وبنشكرك جزيل الشكر وبنتمنى لك كل التوفيق. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. لما بتبقي راجعه البيت بقى واخده بطوله وهو ما كانش مثلا واخد بطوله، او انت راجعه كسبانه ماتش وهو لسه خسران ماتش، بتشوفي نفسك عليه ولا اخونا برضه؟ ده اسبوع كامل كده. اوه هفضل بقى كده. لا والله يعني هو بيعمل معاكي نفس في المنطقه الكام. حتى في المنطقه قبل كده قال لي مش تاخديها، هو عشان ساعتها كنا صغيرين لسه 14 سنه، قال لي مش تاخديها
قلت له خدها، ورحنا ماتش اخر ماتش الزور ده خدناها فعلا. رجعت لي بقى البيت بقى بس مش بعديها طبعا. قعدت اسبوع بقى تحت بقى خلاص. بتستعدوا ايه الفتره الجايه يا حور ان شاء الله؟ بعد ما لسه مخلصين بطوله الجمهوريه. السيزون خلص، هو السنه الجايه بقى له السيزون الجاي هنبقى احنا 2005 هيبقى عندنا مرتبط وقاهره وجمهوريه. اوكي. مطلوب مننا طبعا ان احنا ناخد المرتبط عشان فيرست تيم ونبقى قدها، وطبعا القاهره علشان يعني دي احنا متعودين انها برده قويه بالنسبه لنا زي الجمهوريه والجمهوريه طبعا. طب فاضل ايه؟ ما انتوا خلصتوا كل البطولات يعني فاضل ايه؟ طيب سيبي حاجه للمنافسين حتى زكاه عن نجاحاتنا. لا لا ما ينفعش. ما ينفعش. حاجه طبعا دي. وانت برضو عندك حاجه معينه بتجهزي نفسك ليها الفتره الجايه ان شاء الله؟ يعني غير البطولات عموما، هل انت حاطه لنفسك تارجت، مخططه لروحك، مستقبلك الرياضي هيبقى عامل ازاي، ولا عايشه اليوم بيوم؟ يعني ساعات في ايام كده وايام كده، يعني في ساعات بكون مركزه قوي ان انا بكره او بعده هنزل اشوط، هنزل اتمرن عشان ازود مستوايا، عشان الحاجات دي كلها هتساعد فرقتي وهتساعد النادي ان احنا ناخد اول. انت الى جانب التمرينات العاديه اللي في النادي بيبقى في حاجات انتوا ممكن تعملوها لوحدكم بشكل مستقل سواء في البيت او بره اطار التدريب؟ انا بنزل مع بودي شوط الصبح. اوكي. بنزل الصبح كتير. ما بتنزليش مع بودي ليه انت كمان؟ ما انا عندي اختي بنزل معاها. يعني في مساحه برضو ان الواحد يجود مع نفسه صح كده؟ اوكي.